بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. معاكم وجه مطبخ ام باسل. النهارده الكوبايه ونص دي بس هنعمل 25 بتيهايه اللي هي بتاعه الافران اللي احنا بنشوفها، وسر لونها الخطير اللي احنا بنشوفه ده ومش عارفين ايه سر اللون ده. النهارده هنعملها وهنشوف ايه سر اللون وازاي تطلع معاكي طريه زي ما انتم شايفين كده، والسوى بتاعها خطير. بكوبايه ونص بس دقيق ومش مكلفه خالص واقتصاديه على الاخر. شعارنا اليومين دول يا جماعه الاقتصاد في المقادير والوصفات الاقتصاديه. تعالوا ما نتكلمش كتير وتعالوا نشوف البتيه ونشوف الطريقه وازاي هنعمل ما شاء الله الكميه الكبيره دي كلها بكوبايه ونص. قبل ما نروح نشوف الفيديو بتاعنا النهارده، ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه بتاعتي وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من مطبخ ام باسل. يلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونعمل احلى بتيه بتاع الافران. يلا بينا. بسم الله. قبل اي حاجة عندي نص كوباية لبن دافي، عليهم معلقة سكر، وبنفس المعلقة معلقة خميرة، المعلقة عندي صلصة اي نوع انت بتستخدميه، احط معلقة صلصة. تمام، ونقلب كده كويس ونركن الخليط ده بقى على جنب لغاية ما نحضر المواد الجافة، بس نتأكد ان احنا دوبنا الصلصة كويس مع السكر والخميرة واللبن الدافي اهو بالشكل ده كده. اركنهم على جنب وتعالوا بقى ايه نحضر المواد الجافه. هستخدم العجان النهارده، عندي كوبايه ونص دقيق، عندي كوبايه وادي النص، عليهم معلقتين حليب بودر بتدي طراوه للعجينه حلوه جدا، عليهم معلقتين زيت، ربع معلقه بيكنج بودر مفيش مش مشكله، واخر حاجه هنضيفها رشه الملح. تمام، نجيب خليط الخميرة والصلصة واللبن، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو نحط بقى عليهم كده ونبتدي بقى ايه نشغل العجان بتاعنا. ممكن تعجنيها بايدك عشان هي كمية بسيطة خالص مش هتاخد اي وقت، ونلم العجينة. العجينة بتاعتك يا اما تحتاج معلقة لبن يا اما تحتاج معلقة دقيق. تمام، انا العجينة بتاعتي هتحتاج، بصوا عشان بتلزق في ايديا، هتحتاج معلقة دقيقة. بصوا عشان كده ما تضيفيش المعلقة اللبن او معلقة الدقيق الا لما تشوفي العجينة. معلقة دقيقة اهي، ونجمع العجينة بتاعتنا. هي بتبقى عجينة طرية وايه وما بتلزقش. نشوف العجينة كده، بسم الله، تمام وزي الفل. بصوا شايفينها، بصينا ما شاء الله جميلة، لونها حلوة قوي قوي. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ يعني حب الزيت كده، فرشة كده فيها زيت، ندهنها كده، ندهن البولة حاجات بسيطة مش كتير يعني، ونسيبها بقى ايه في مكان دافي لغاية ما تتخمر ويتضاعف حجمها، واعطيها بقى ايه فوطة كده او بأي حاجة بلاستيك، وبعد كده لما يتضاعف حجمها حطيها حتى في البوتاجاز نشوف هنشكلها ازاي. يلا نسمي بسم الله ونشوف العجينه بتاعتنا بعد ما سيبناها. بسم الله ما شاء الله، ايه رايكم بقى في الجمال؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين هشه وجميله ازاي؟ هعمل معاكم واحده. بصوا هناخد مثلا الحجم ده كده اهو، وانا ايه اكمل باقي العجينه براحتي. بصوا حاولوا تعملوها صغيره علشان ايه هي لسه هنسيبها تخمر تاني. اوضح لكم الصوره، عندي نوع جبنه اي نوع عندكم، ملح خفيف ملح وسط حدقه على حسب ما انتوا بتحبوا الحاجه. بصوا وابتدي اقفلها كده نفس الشكل اللي هو بتاع الافران بالظبط، نقلبها كده اهو بالشكل ده كده. شفتوا ساعات بتشوفوها في الافران كده بتبقى زغنطاطه كده وجميله وبنفس اللون اهو، شايفين عاملها بقى كلها بالشكل ده كده. واجيب صينيه مدهونه دهن زيت بسيطه وابتدي ايه احط فيها الباتيه بتاعي واكمل باقي الكميه بالشكل ده كده، ولما اخلص الكميه هقول لكم نعمل ايه بعد كده. شوفوا كده الباتيه بتاعنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بعد ما ايه خلصناه وسبناه يخمر. تمام، بس لو في حاجه كده مفتوحه اكدوا عليا ان ايه تقفلوها. هجيب دلوقتي شويه لبن وايه وهدهن وش الباتيه بتاعي، بسم الله كده بالراحه عشان احافظ
على التخمير اللي احنا ايه خمرناه للعجينه. تمام. بعد ما ندهن اللبن هجيب حبه البركه وابتدي احط كده على الوش، وممكن نثبت عليها كده بشويه لبن تاني عشان ما تقعش مننا. تمام. اعمل بقى ايه كله كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، وبعد كده مشغله الفرن بتاعي على درجه حراره 180 عند خلف الرف الوسط، ولما تطلع نشوفها مع بعضينا. البيه الباتيه بتاعي طلع زي ما انتم شايفين، وايه وغطيته في فوطه قبل ما يبرد. بصوا شايفين الطراوه بتاعته تحفه يا جماعه. وبقى في الحلويات دي كوبايه ونص دقيق بس عملنا حوالي 25 باتيهيه، ولو صغرتيها عن كده كمان هتديكي كميه اكبر. بصوا شايفين الطراوه بتاعتها وشايفين السوا بتاعه، مش زي اللي احنا بنشوفه في الافران وبنبقى بنجيب منه كيلو غالي. بصوا يا جماعه شايفينها من جوه عامله ازاي مفرغه. واو. والجبنه بقى بصوا هشه جدا رائعه. بسم الله. زي الافران، زي في الافران، واحلى كمان واطعم. شفتوا بقى سر اللون ايه؟ هي معلقه الصلصه دي اللي بتدينا اللون اللي انتوا شايفين ده. مفيش طبعا اقتصاد اكتر من كده. وصفه جميله جدا وسهله. يلا قومي اعمليها، هتدي معاكي كميه حلوه اهي، واحفظيها لاولادك كده وياكلوا منها. يعني هتقضي ايه؟ هتأدي غرض وايه، وفي نفس الوقت ما نكونش ايه ان احنا كلفنا نفسنا وما اشتريناش حاجه ايه من بره في الغلاوه اللي احنا فيها. دي كانت طريقه النهارده في الباتيه بتاع الافران والسر اللون بتاعه. يا رب يكون كانت الطريقه سهله وخفيفه عليكم، وكان الفيديو سهل وخفيف عليكم، وتنفذيه وقولي لي في التعليقات. ولو عجبك الفيديو بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناه ام باسل، واشوفكم على الف خير ان شاء الله في وصفه سهله وسريعه مطبخ ام باسل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.